يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أو القناة الإخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب، كما يمكنكم التفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار. هذا وحسم نصر حسين داي قمة المؤخرة التي جمعته باتحاد بلعباس لصالحه بهدف دون رد، وقعه لاعب بوخنشوش من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ورفع أيضا أو ارتقى النصرية إلى المركز 15، بينما تدحرج فريق اتحاد بلعباس إلى المركز الأخير مصعبا إذا من مأموريته في البقاء. إسلام بقرعة وتفاصيل. انا يا سانسيرمو تكلمت من اللاعبين، قلت لهم اللي همني هو النتيجه، لان العقده تاع 20 اوت هذه اي ولات مشكل بعد التعطر تاع مع مولوديه العلمه مع السي ار بي مع ليسما مع سطيف. هي المقابله كانت صعيبه، لعبنا تحت ضغط كبير، سان با ايتي فاسيل في لا بريسيون كون افي او ديبي. الحمد لله نهاية اللقاء كانت فوز للنصرية. وش حاب نقول لك، الحدود مازال حتى الدقيقة الأخيرة حتى المقابلة الأخرى، احنا فوفر الماكسيموم إن شاء الله باش نقدوا هذا الفريق اللي ما يستاهلش المرتبة اللي راهو فيها. ضربة جزاء يعني سجلت علينا، هذه كرة القدم هكذا ما نقدروش كيزيد ديزامبريفي، دوك لاربيتي لا بريسيب اللي كليا ان بينالتي عليه هو الضمير تاعو، انا ما يهمنيش، ما عنديش واش ندخل فيه. طاولة ثلاث نقاط نازمنا بطريقة يعني ضربة جزاء، وكما نقول لك حنا دوكا بقاو 3 ماتش نسيو كيفاش او موان نولو ب 7 بوان ولا 9 بوان. فوالا اوني فوني اون باسي اون سومين دو ستاج ا الجي اون سي باغاري اون ترانسبيري اون تو دوني اون مال بارتو اي اون ريبار سون بوان. سي فوتبول سا في مال مي كيس كون. أعجبك الفيديو؟ سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة.